ايمن حسين وعبد المعين الجرشي. والله والله يعني وان كنا ندرك القرار لذوي الاختصاص، لكن ان كان من رايي فقد يكون القرار سليم، لان امجد حسين كان في الهواء والكره ممكن ياخذها براسه، وهو في الهواء كان في دفعه حاضره نوعا ما من عبد المعين الجرشي، فقد توازنه سقط، وقرار حكم المباراه بوجود ركله جزاء. فرصه الان للمنتخب العراقي ربما لاول الاهداف من خلال نقطه الجزاء. علي فايز يتقدم لتنفيذ ركله الجزاء، اسالم الهارش في مرمى ما بين علي فايز، علي فايز هي جول جول. اسود الرافدين يتقدم الان، والمنتخب العراقي من نقطة الجزاء. وزع يا عم، وزع يا عم، استانس وافرح. هدف التقدم الأول يأتي علي فايز من نقطة الجزاء في أقصى الزمن. والله معاها سالم الهارش تحرك باتجاه الكرة، كان قريب جدا منها، لكن الجميل لعلي فايز قوة التسديد، أضف إليها الدقة لأنه وضع الزاوية الكرة في أقصى الزاوية اليسرى بعيدة على سالم الهارش. المهم للمنتخب العراقي أنه يسجل الأول. المنتخب اليمني ركلة الجزاء، همار تصويبة، جول جول جول. الله الله الله، كرت السبحة للمنتخب العراقي، خلاص كرت السبحة وفتحنا الحنفية، والأهداف بدأت تنهمر الآن لأسود الرافدين. ماذا تفعل يا سالم؟ ماذا تفعل يا سالم؟ يعني أمامك مباشرة تشاهد لاعبك بقميص أبيض، حول اثنين ثلاثة بقمصان خضراء، تلعب الكرة بهكذا طريقة. العقاب قاسي يا سالم. همام طارق أولا بقدم يسرى مميزة يسدد، أبعدها سالم ليس إلى بعيد. علي حسني يتابع في شباك المنتخب اليمني، هدف ثاني لأسود الرافدين. هد... أي والله.